السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة ان شاء الله فيديو سريع جدا عن الباذنجان، ازاي نعمله بعجينة الطنبورة. هتلاقوه شهي جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. ادي كوباية دقيق، هحط عليه كوباية من المية، الفيديو ده سريع جدا في 3 دقايق بس، ان شاء الله هنجهز احلى وجبة للسحور. وحطيت عليهم بيضة وشوية ملح، وادي فلفل، ده بيكنج باودر، حطيت نص معلقة صغيرة، وادي الفلفل الأسمر نص معلقة صغيرة، والكمون برضو حوالي نص معلقة، او تزودي بقى زي ما انت عاوزة، عايزة تحطي اي مقادير تانية، بابريكا، شطة، اي حاجة انت براحتك خالص. وقلبي كله بسرعة كده بالمضرب اليدوي، واكون بقى ايه غسلت الباذنجان، وهقطعه دواير زي ما احنا شايفين كده. عايزة تقطعيه اصغر من كده براحتك خالص، تغطسيه كويس جدا في عجينة الطنبورة بالشكل ده، هتديها كده غلاف حواليها، تخلي الباذنجان ده ما يبقاش طاري كده ولا مهري ولا حاجة، ويبقى طعمه حلو جدا. ادي في طاسة على النار فيها زيت، اول ما الزيت سخن كويس نزلت فيها ايه البدنجان بتاعنا، وهحمره من الناحيتين، وعلى منديل كده طلعت ايه البدنجان بتاعنا. هتبقى وجبة جميلة جدا للسحور، نوع من التغيير. تاكليها بقى بالساندوتشات، تاكليها كده حافل اللي عامل اي دايت، ما تقولوش بقى ان في زيت او حاجة. ممكن تحطيها على صينية في الفرن بمسحة زيت كده بالفرشة، وتدخليها برضو تتعمل في الفرن، حلو قوي. انا قلت على الطاسة على النار كده هتبقى سريعة. هذه وجبة جميلة جدا من البدنجان بعجينة الطنبورة. العجينة دي تقدري تعملي بيها الجمبري، تقدري تعملي بيها بطاطس، بدنجان، كوسة، اي نوع من انواع الخضروات تقدري تقليها بالطنبورة، تبقى حلوة جدا. بتمنى وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم، بشكركم وإلى اللقاء. سوزان مقاول، متنسوش لايك وسبسكرايب وشير بقى، وباي باي.